أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، مغبون كيف؟ الإنسان قد يكون صحيحا في بدنه لكنه ليس مفرغا من أشغال الدنيا، أشغلته الدنيا في طلب معيشته لأكله وقوته وقوت أسرته. وقد يكون الإنسان مكفيا في أمور دنياه، بل قد يكون غنيا لكنه ليس بسليم وليس بمعافى البدن. فإذا اجتمعت لك نعمة الصحة ونعمة الفراغ فاغتنمتها في طاعة الله عز وجل فقد وفقت. فمن حصلت له هاتان النعمتان فشكر الله عز وجل واستغلهما في طلب العلم الشرعي وفي العمل وفي التقرب إلى الله عز وجل فهو المغبوط. ومن حصلت له هاتان النعمتان ففرط فيهما فهو المغبون. ولذلك قال: مغبون من الغبن ومن الغبن. من الغبن يعني مغبون في تجارته، يعني أنه اشترى شيئا عظيما وهو بسعر رخيص، أو أنه باع شيئا ثمينا بسعر رخيص. وأيضا إذا قيل من الغبن بتحريك الباء أي مغبون في رأيه، إذن هو خسر هذا الربح العظيم، وأيضا لم يحمد في رأيه إذ لم يوفق في اغتنام هاتين النعمتين.